جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عمر فاروق محاضرة دي قيم كاهي ونوجه ليي وعوان كيدو أها حد يدنت أمد الصوماليات أهانا موضوع أو كهل للدوان الشركان أنا رجين إن إن شاء الله تعالى إنو نقضه معنا حوية مد دواء يحل وهلا قضية الصومالية كتاقيني مشاكل كان نبوها يستا معنا حوية يولل كان شيء أم فيلها يو شيخ أحمد والله عبانا يا عودك موسى قارين دتك شيخ الملاو قاعد قاعد عودك مياه ها طيب ما عدك أمكت كهاي مارتش عمره أدوح وقناب أضب برتين ملك كي وكذي هاي نسوق هارسي فعلا إن شاء الله تعالى وحن رجيني إنه النقطة حل ومارك إن شاء الله تعالى قضية الصومالية كتاجن إن أم في لها يوم مارك يعني سيد الشعار كورتي إنك قرن إلبوي سامة اللي إنك قد عضنا يسأل إيه تاي وحن في لها النين والب ميل بي اللي إنتو كقد عضنا يسأل أما جودها أما دبدة مش يدون طبعاته حقدنا وحويان إلهي وحن كرجينا إنه قام فعوي حان مغلين نجنا ديكوك وكو عمل فلا هذا يجورالي معنا حويان وحان مغلنه أو خيره معنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إخوتي في الله شيق بيانك ويدين شيقي وشير مكاكا لا علماء الصومالية دا يسوقو تاقين وعدي كم مغني وحير موياني إن شاء الله تعالى كان معنا هو مد حيصل إن شاء الله تعالى أن جعلنا هاي محاضرين كسوس عدا إنو نون دون دون مد قيب وينو غلق إن شاء الله تعالى سؤالها أقوه الرية معنا حويان كسابسا محاضرة دان قيمك وليه هاي قراها سوقرة شي عمر ونوغا شيكي سي محاضرة دان لها نوغا أنفعه لكن واحد نو شيكتي نين ان واخ غرانينين انو هاديا غورال معنى حويا اشا كتورسات تصالها بو سو قادتي اها ورشد اديق لو ديبي هدا ما حد كورنيسا ودادة الصوماليات معنى حويا سيده سياسه اما دور لو غلو مارتا يعني مخان كو رهدا ان هب يا مامول ما غرانيان مركه ما واحد دونيسا امده ميل علا انك فران سؤال هذا قيمي بدن سواشا لما جوابوت بانك بحين هيا مرة دايتا هاي لليل ولما ذا اللو جيدي لليل يا حقا ما ملكا كما وانا اكسانا حدا بانا يسام قرن مركا قرن يمال لغو فكير هايو هوش وداد امهو سيمان هيسو هوش يهول قرنوه كريه تا قواعد كحكمك إن مفكر إسلامي رحمة الله عليه لنتي وحوي لا يهمنا من يحكمه ولكن تهمنا قواعد الحكم معنى هذا وحوى يا جنبر كقفك قفر ليا نقص صغيمي وي أصين مينا وحرمنا حكمك ودك كجري الحكم الإسلامي أن نقضوه مركا إن عمر فاروق ماذا حوي نقضى شر دماء وحي ودن كاولا شيء نقف الأركابة تخصص كسوء وأذيقا كي تخترني ما يقا كي براها يقا كورنتادا كي يقا فاللو بها حتى ميتك الدقسيقا هي الداقة هي الدميرها هي الدواقة يقا فاللو بها مركا قف الأركابة تخصص كسوء كشقينا يا يوحنا لقو دوني حكم كينو حقاقو حكم كينو إسلامي نقضو كل حكم كإسلام من نقض وطن كي والله وطن لشي سوماينا والله وذي يقف الأركاب وقبنا يا وحي او يقان بو إسلام كأو أذيقا يا ميدا لبادنا هاي الدوفين ولما دي سيدي واركا ننكو فرويدين شاقا يا سيدي واقي هورا إنا اللقبضة قاسمي يميناج كيو كوية كادان مولعيا دا ونهمودين سيدي فلما دي الدكاترة فني والبنى وابرتين ووقتين هذا الحمى المركي اللي جوغو لذلك اللاوع يلفات هذا الرقي دوينا ايي علومة يا هاي لما علومة بوي رقي دوينا ايي دسوقي اوكالة هي باش اوكالة وعلومة كتابك حديث قابو هي تفسير كيف واغرنا ايا وفكي الله كاللعنة اللي هبو سمينا مركب حاكو ترقشان ورد الدين تا إسلامكو متى قال لوقف قص مدن قولي ستيهي برعلا مدن الشيخ مساجد كو قم ببايا دادكو وا مسلم سلادنا والا وذتو كان يا هولهنا والا قبانا يا ومدو سأل الله يهوس إيمان إيسا ومدو إذا الكث الله يهوس إيمان إيسا كتابة وحمد دافنا وإنو يال مركا واحد مدتين كجمع وبالله توفيق جزا الله خير فضيلة الشيخ
سؤالشان كو حكتانا وحاي كساب سنتا حدودها معنا حوية صوماليا إلا كلا أقول سيها محاض أقار كيساب ويري معنا حوية وضمضة صوماليا لجار كاسي لجبوتي أما ماركتا NFT أما ماركتا يعني وضمضة لجار كاسي هذا محاض أقارك تانا فنتان ما أقول سنتيهين هجي أتين علماء دي معنا أولا هدان علماء دانا هاي أنك حدودها وحو ما أرقنا وحانا رنا دادك مسلم يقالين ويا كل كاوحي ألرهم أي عدان يمدوا ولا لوه هدان يمدوا وحي ألرهم أي ملك استيكونوا ليهين ومدوا ولا لا إنما المؤمنون إخوة مركا هل كان كنقو الخلافة الإسلامية إن مسلم إليك هل دولة نقضه بنو دونين أما ديغانك إيو قطر نمو هذا نبا اللي يري با اللي يري قد حبا لنبا مدمود سناور كو تاكو قدرا مدى صلك بوي أنفريسته كدب كوكا لها اللي يقبحي مدى أنك فريسان لها اللي يسيب تصلك مالك سوماري واسلك إلا أنه فريسان هناك قدر الدقماهان لكن وحارنا شرقي أفريقيا جبوتي ما لحرق الوفد أمحارضة مسلقة كبضل كل كيتوبي هي جبوتي هي كيني هي صومالي هي وحصل محرمنا شرق افريقيا هل دولتين ان قوتو مركه ورا مسبقا مركه لبادنا وحرمنا خلافه الاسلاميه ان الدنيا تصدق قدر الاسلام وقدوميه نقدر حمد كل جيدنا ده وادرته وامدا حدود كا غبن كا هي غالدو سميسينا مؤمنين توا ورالو هذا هذا الصومالي هذا نفته هذا عنصر كصوماليا وعنصر حوغا فرين فرعون كل كا يجا جبوتي يكي يتوب هذا يجا ولاقة يجا كجنا عصدا ولاقة واحد دقلنا وامس كصوماليون مركا واحد ويا حدودها سقفن كا من رميسنتين أن جا واحد رميسنا هاي مسلم مدني مديسة جغرافيا سيقي مساسة أكثر نذا كمالة هدنا تخطيط يا مامولان وحرمنا إن دقمة والبابا أي سيادة ويساكتو اسكو هكاكتو وارتي الدقمة والبسيطة صومالي وهل دقمة هكاكتنا إن مركاسي إسو تقلى صمعي أنرمنا وبالله توفيق جزا الله خير الشيخ سؤاش أنا وحي لهذا هاي نيكا السوقري مولارت السوقري عورنا يا وانا من سنة دينة إسلام كحال إني تهنا وانو أركا لكن سيدي معنا حويان صومالي لو قد بالك على حكم الإسلامية ما دقال بانكو قادنا ومعنى حوي وحا ميشا هايستا ايان لات كغسارنا ميشا مسيو حوي وحادو عركتا ان ليسكستو الى مارتا يعني حالكو اسو اسكي ماندون اولا سومالي وحا يستا لماركو يعني عبارتنا ان دبسو عدالي ليا لاتك سومالي هايستا سايا الله وسومالي عيد ما هايستا واقول اسكفا فلدو فرمدو سعاليقو سيدا مركا دين تي لوغو بلافات هايبا انتاس هايستو اي دين لي لكن شعبك انتو دينتي قاتي واربعين تاني دين كدري دونا دادكي بيش عارف اللحدة دي حمر كي يميد بحاجكي نوغو يميد لقانا يابين يكوما كدن بيين ايدين يمادين دالكي حجابكي باكا هير قالاي بلدي يبادينا فرق مالي ايدكو خصفتين دادكا مالي محاكمتي لبا ثانية طبان بلوط با مدي اوغوه الرئيسي لغا فوري حمر هدارنا انتاي هلاق ذي تلادة ذا نقصو ادن تلادة ذي با لوق لغا بلاباي وفنتي قد عصريق توق عن لغا قوي محاكمتي واه هلاق ذي وحالغا يا وادغي ستنبي بسيان مقرشان هيران اولا اسلام كيوان قادن لي وامو اولا اسلام كيوان قادن لي جدو اسلام كيوان قادناي حمر اسلام كيوان قادناي يدو ملكست للي يا اسلام كيوان قادنو حل كلا لواي كل كهوشي وابا بلابطي لا تاوق لبس وحي هاي قف بني ادم وحدودي قشاي لقا اوفيو حتى كقلبس المجرم اذا اتجاهي نواب بلوذي اله وين واحد كان حكم ولدا لها دولة حق بدن ومركي لقيمية وحلورين جري أفريكا ذا مذو تريئية تايا مركي لو قيبيو تري ناجيريا وغو ايضا بدن لكن تايا صومالي فعلا مروناي وانا تيب مالما قدوهو ام عارين تايا جيرتي ادي صوبتك دي صومالي دولة دا قوة دا لهيد وحي حقيجين ويدي بي شعبك حقيجين يقون دولة لهيد
حتى قبلياشا وي كو خصبنادين ما هي ايغو ارينتان ما ودين ددوينها واتاي مركا وا خير غشاي تعاليمتي شريعه الاسلام كو ودنكي وا كا داقان غشاي دوكسيه اسكولا لا فوراي وركا لا ايدين كو داري دونا محاكمتي با لا قاتاي حجابكي با لا قاتاي كلكي اي دادكا حنحن بيلي قيسان ايان هانتيدا اومدا وداددنا مساجد بيلي قيسان إلا هالكاس أن لو تاي مجدوب سقرا مفوري كرين مساجد ما أن سمين كرين حكم كادو قيدين بأن نهر تاقنا أذن كالشعب كاساس لأيدين كما درين أن قان لو درها ودا دادا واتين نرى لينج طبال انتنا لقد لي بأن لح بقولنا اللقو حرية بض ورديق لي لقاي ورشاق ورشاق لقاي ادي ما كوضا لغوا لقبالة marka masajidii baan u bilili qaysanay diintii quwaha daror taagan male iyada dadkii dhaalada uga baxday marka waa macduuriin dadkaana wadankii tagina waraysanina laakiin si walaal dad wadankii hadalka yimid baa inala jooga waa la idinka warrami doona dhabay diinta wadankii uga hirgashay wuxuuga isku duwid iyo majaro loo hagaaji un baa u dhiman wabillahi tawfiq الله أكبر جزا الله خير فضيلة الشيخ سؤال أنا وحي كساب سنتي ما دام الدولة الإسلامة إن مارتا يعني لقد سوى صوماليا أي حالو تهي دوم حين نقول يا هول مارتا دورك أوليها دومر ما كيف قليان دور الشذا مصير لو شرح يا إني معناها أمدو حكو جميعا هاوشا دومركا ما كيف قليان محاضرة دكتور علي بيكو جرتا لكن وأهل قادة هي waxa weeye ragga iyo dumarka rabba hawshi u qaybiyeeyba rabba hawshi u qaybiye ragga iyo dumarka ee wilaayadka inama qali iyo garsoore la noqdo ama imaam iyo khadiib la noqdo ama jihad iyo dibadda la aado ama nafaqo iyo biil iyo nool maalmeed la raadiyo hawlahaasi ragga alla ugu tala galay haweenkuna وزير داخل بين نقول إنسان أقل الذي هجاتنا حرورته بربارنا هذا كان مركو صوم مرحو لوحة سليد أمرنا مركا أوليه وابينه قيب سيهين وحا كلام وحبكو جابنين داوع مركي أنو أنك تقالك قال له قال له إديها كجرينو داوع وانو وراضينا يا هوانك قبلها وحيقان قبلها وحيقان بي وحبرا هافي ماتي قبلها يقانين قبلها ينو دوينا لكن حرية الضالر نمئيو إسلح الدبارة شئيو إسكو نفسي إيا لما أقول لما جنسي فالا إياهاي حجابا دين تينو سور روكتاي كفا دوائن كرامة هذا محفوظ هاتو إلى سراتو لكن هدد قفكي مركي قري جيبا جوكتو وحا وحا لوقع فيه قف كان سو قف ورشادة ما المانا وادر شمد كان على شيكو ودا مننا وادر غاجيسي بحي كتري قرتا انتا أقف كاسا لولن كلا ورشد كشقة تطبيع كشقة إيساي ملك أوليه وإنوك قيبسين ملك الدين تإسلام كتاي وإنوك قيبسين انت إذن حلالة أو أن لقم مارمين أو بلشادة بركد ويهوانكو بعد نوك قفان إيسان وحياليه كلا نقا نلقو دين بارشودك إيا نقا تغيرودها كسو دعين إذن كان قريقا بعد نوك شوك إيسان وحاسد نوك قفان إيسان وبالله توفيق جزا الله خير فضيلة الشيخ علماء مارتا يعني هل كان وحي كصاب سنتهي سؤال يعني وحي لقيها بس سؤالها إن أدي الله صور داري عادسان إن لسوق قابية معنا إن لسوق قابية أسئلة ذا معنا سؤال شكلية لقو صوك هذا مارتا إن شاء الله تعالى لأنه بضنا وحويا محاضرة إن لقيت جيدين كرا سؤالها قاركو تصوقرا مارتا إن شاء الله صوق قابية بارك الله فيك سؤال شان وحي لدى الشيخ عمر فاروق أي توس وسعتها وحي لدى الشيخ عمر وحد شيك تي الصومالي ذا انت وراه وجرتا كل قود اس اس اني وطن والكورن ورده ودادده كوا اسس اس اس تي وتان نقول جرين والكورن كوا اسمح الله معنا وسؤال مهم سيدا الذين اري مدينه ماذا وانا عقيده وانا عباده وانا مصدر قوه وحرمنا امه الصومالي ايدلك هدي ودادته يا هدي اساس تاي جدي قد ان المدينه رمنا ان المدينه رمنا هدان لميدوبين عمر قوه قيبسنت هاينا ولي وحباسين نجاة وحنا نوفل كريم أيام
kolka diinta islaamka saan idinku sheegay midnimo ayay ogoshay marka laba muslim nabiga calayhi salaatu wasalaam tashbiih uu bixinayay almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda afka markuu intaa ka yidhi washabaka bayna asaabicihi shariif faruus u qabtay nabi oo yidhi mu'min tashbiihii labaadee kaa kasii daraana ترى المؤمنين في توادهم وتحاببهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى نبي المؤمنين إذا يكذو حكا عبري جير هالقف كيال وفرت هاسفر يرادا عدد هذا هذه النفر أما جيرك هكا العضو أدي قوة نبا قندانا ايا قن جير هذا نبا كبرانا ايا هبين كان سيحان ميسد فربانا لغاهي سيدانو نبي كتل مامي إذا وحاوي أمد وإني مذوذا وبالله توفيق سؤال شان سؤال فقهي وين لقنا يا أبو دمضة يوروب دسك جوغين هذه قرر لكل مان وحاونا وليه هاي معنى قرهاني هذه قف مسلين أبا هذا ديك إن لغو الشبه وإن السور تقل أهي المروال بإن لها لديك قف مسلين ما السور تقل با قال دوفار كسو درك إن لغو ديك إس لغو الشبه الجواب مسألة كولكي أي عافي ماذي تختاري ما قاشو وهذا قالتان إنقاذ بشر وحسا لما قف لمن لها النولين تيس القرآن كتعبير كيسي دقيست من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قف كان هدو لمن أيو قال دوفار كسو درقي فاتري دوفار كليك سألو شباي نفتس وحاوة يبدباد النف بحيسة والله حاولا يا مهما أمكن سي الله سيكون سورة وذو إن قف كان لبد باديو لا إنقاديو بل ليلا يا لكن وحي يا نودع سهولي يا عيار إيو سفوض يا نودع هدي مسألة إلى هذا الحد قالت فقهاء المسلمين رحمهم الله وحي لذا إن قفكي مرقدة وعد بايسو تاقي عناها برتنكيس حدكي إنو دقنا واديدي إنو صبحنا واديدي كل قفك النفتي وقائسة دقيقه كل من هيا هذه اللي يرى هذا خمر هذا جنكر تقلقه شبايا مركا الدواء ما هي وابد بادين وإمارا كرتان حديثك النبي خمر الله يسكو مده ويا ويري وارنتيس نبي خمر الله يسكو مده ويا وفكا قيدا لقد جيينا وقال لابد بادية اللي مده وي مركا وحا ويا هذه ماشا حنون قيري أمو غدا أولعه قفكاس جيريون هيا سيدي اللي قبت بادين كرا اللي قبت بادين هيا وبالله توفيق جزا الله خير فضل الشيخ شو عمر واحد نوش اكتي ولي قرهاني انا تري ودن كدب هلا اقول لابت اسنمر كان مارتا ودن كهلا اصلاحيو حساء هاتي ودا ديدا ميل نوغا برناني مجران لان ودن كوحا لوكا لقيب سدي كاب قبيل سياسي عسكري مارتا هوب هايستا انه حقي استاقنا مارتا وسؤال مهم جواب تسوى حاوي adiga kuwa u baneeyay kaalinta siiso ma marka ninkaan adka baqabiil iyo suudaan ku sheegaysay inuu jagada istaago wuu beelay qaysay sooma ala lugu waayay sooma ismartiyeyntaada uu ka faa'iideystay arado isku maqiiq meesha waxaadna ku bishaareysataa cidka ayaan roon male shacabkii nimuu kaaga maqlid badan yahay male sadiqni iga rumaysta nimanka qabqablayaasha ee ama kuwii taqliidiga ahaa garaadyada iyo beeldaajiya iyo suldaanka iyo malaaqa iyo boqoradii hore iyo kuwaan hadda labadaba haddaad u tagtaan inay ku ornayaan sheekh natuji anaa kuuba taas kuma dhici karaan inay anigay tujiyaan sheekh natuji bay ileeyi sheekh duce sirka sheekh qur-aan noogu fur taladayn iyo ogolayn maahe taqdiim gaban waa i ogolyihi تقديم قبان ايو هرمارين و ايو قولي لكن تلا ايما اقول شيخ دعاية فريسة مالك اينا روبي نبض الله كين ويسك فريسان ايو يغانا وانعنا علينا ايو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وارتاي علماء الدنكه قامين ايس ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين يولدي عباسيين ومويين لغو تربيين جري ويلك وارتا بقر نما لما قنيا ايه الديب لو كيني جري وحوال ببارا kolka markay dunida dad alla ka baqanayo hoggaaminayeen waa dhaqnay dunida laakiin markay dunidii ardaal gacanta ku dhigtay
baa dad iyo dal iyo diinba lumeen kolka waxaa weeye qoladiina wadaadada ah ismartiyayntiina baa laga faa'iidaystay ka kaca fadhiga meeshii taga dadkiiyo dalkiiba waydiin diyaare wabillaahi towfiiq jaza allahu khayr fadil sheekh su-aashaana su-aasha hadda ayay maaragtay xiganaysaa dabagelaysaana sheekh cumar waxa ay leedahay xalaalka aad soo jeeso xalaal macquula isla markaana haddii macnaha weeyaan meel kale aan weyno aan ka galno suurtagal ma noo tahay kuraasta la qaybsana inaan qayb ka qaadano nira qaybta wadaadana siiya waxaan qabaa waxa deer laga qayb qaato meesha ma yaallaan madaxweyne kaaraan jooga iyo madaxweyne xaafadda wadajir jooga iyo mid hargeysa jooga ummadda ogeydeena soomaali saddex madaxweyne iyo shan madaxweyne ku xigeen isla madaxweyne marka intaasoo madaxweyne ma qarna wax maanta laga qayb qaataa meeshii ma yaallaane aynu abaabulna samayno ummaddeennana isku duwanno arrintan waxaan qabaa bannaanka isaga soo dhici doontaa mafruudku wuxuu ahaa nimankan odayaasha qabqabalayaasha inay yidhaahdaan culamo allah naga qabta majarihi ummadda ku fasha loo ku baabaana qaarkood waa yidhi laakiin hadday isku nagaajeen nafiwad ma aragte 8 nin dhaafay 12 cudurna qaba inuu soomaali xukumu doonay raggiina laylaha caafimaadka qabana marti baad ka bixi laadi waxa weeye wax kursi laga qaata maanta meeshii ma yaallaane iyaga inta laysu deeyo bal horta idinka culammada iyo ummaddii is abaabula arrintaani gacantiina ay soo gelaysaa in shaa allah wabillaahi towfiiq jaza allahu khayr fadilat sheekh sheekh cumar waxa uu su-aashan maarata yani ku saabsantay isla muxaadarada laftigeeda waana su-aalaha maarata aad iyo aad qadimaada uleh haddii dowlad islaamiya dhalato suurtagal miya axsaab kala gedisan oo islaamiya inay maarata layska agdhiso isla markaana tartan loolan madaxtinimo loogu galahayo loo maarata yani loo dhigo aljawaab cashirkii bay ku jirtay axsaab uma baahan hal xisbi baan hadaanahay soomaali ilaa muslim baan wada nahay jograafiyan waxaa qoran soomaali 100% waa muslim marka xisbi uma baahnin waxa aan samaysanaynaa majlisu shuura dad la xulay alla ka cabsi iyo aqoon lagu xulay baynu samaysanaynaa iyagaasaa xisbigii naga kaafinaya marka giddigeensaan u dhalnahay intii alla rumaysay idaylkeed baa xisbullaahi ah markaynu xisbullaahi nahay uma baahnin waxyaalaha noocaas oo kale ah kolka xisbi saasa ma jiraan maxaa jira nabigeennii suubana calayhi salaatu wasalaam waxaa jiri jirtay maamul iyo dadweyne labada qayaado saalixa wax garanaysa waddankii hagto hogaamisa iyo shacab keliyeeta oo ku xiran ayaa jiri jirtay kolkaa waxay qabanayaan male axsaab iyo muran iyo waan xusuustaa axsaabihii waa soo gaaray goortay doonada soo dhawaataa waxaa la dhihi jiray barbagaankii baa la furay macnaha in lisahay xalaal weyn marka habeenadii baa qaybsan qolada ilaa waa badnaayeen habeenkood afkii ku kubi kale caynayaan ma waxaasaa wax dad ay xalaaleeyey marka xisbi iyo waxaasi qiimi male ummaddu waa isku mid waana walaalo kolkaa dadweyneiyo maamul unbaa loo qaybsamayaa maahe ulul amar iyo ummad unbaa loo qaybsamayaa ma jiraan waxaasi wabillaahi towfiiq su-aashaana su-aal fiqiga ku saabsan weya nin dhallinyaraa oo dhowaan guursadaan filaya wuxuu leeyahay haddii xaaskayga oo maarata yani maxaan ku idhaahdaa gurigayga ay dhallinyaro igu soo booqdaan suurtagal miya haweentaydu inay noo adeegto isla markaana shaahi iyo qaxwadii iyo mamaankiiba laysla dhaafu yidhi maarata horta iyadana ay soo dhigto iyadoo xijaabkeeda qabta maxaa arrintaa u aragtaa arrintaa waxaan arkaa gabadha jikada ka soo adeegta adigana albaabka uga soo qaad hawshii qaybsada gabadhu jikadii intay gasho ha isku duburita shaahi iyo qaxwadii iyo xalwadii iyo cadayski keegi iyo kackici ha isku dubarido weelasha ha nadiifiso markay kuu soo dhigto albaabkana way ku wargelin adigana ka soo qaal albaabkee wasac gobonnimadu waa sida wabillaahi towfiiq jaza allahu khayr fadilat sheekh su-aashaana waxay ku saabsan tahay iyadana fiqi weeyaan waxay unu leeyahay mataga ilmaha ay matagaan waa arrin aad iyo aad u dhib badan oo layska dhowri karayn marka maxay noqonaysaa maarata ma waxaa loo dhaqahay si najaasa mukallada ah oo adag oo maarata yani 7 goor baa la mayrayaa muxuuse yahay maarata yani dhareerka ka yimaada ilmaha laftigooda maa xukunkiisa aljawaab dhareerka ilmahaasiisa waa daahir
mantagii baa yimid laba inuu kala qaadayna ilmaha isagoo afkiisa wax lagu hayo ama naaskii abarta nuugay ama baashii caruurta afka loo gelin jiray buu nuugay ama biyaa la siiyey afka wuxuu ku hayaa duu soo celiya daahir waxba lama yiri maayo afka wuxuu ku hayay buu soo celiyey laakiin wixii calool ka yimid waana la garan karaa yaxoogaa siyo cushiira baa mantagu leeyahay qofka mantagaa garana xoogaa dhanaan caanihii macaabtay markay soo noqdaan ilaa warshadii calool bay gaheen makiinad baa qastoon labtay iyagoo kuuloo dhanaan bay imanayaan markaa wixii ka yimid calool halcunka meesha loo yaqaanay halkaas dhuunta ayaa xuduudu ah ka hoos wixii ka yimid waa la dhaqayaa laakiin muqallad ma aha muqallad waxaa nijaasada adag baa fuqahadu markay sheegayaan annijaasaatu mukhafafatu wamutawasitatu wamuqalada bay u qayaan falmuqaladaatu nijaasatu lkalbi waalkhinziiri wamaa tawalada minhuma aw min axadihima wixii eyiya ku salaysan oo layi sabca marad cidaahuna bitura baa muqalada la yidhah mukhafafana bawlu sabiyi aladii lam yadcam hayra laban ilmo yar oon weli raashin qaadan oo caana ku noola kaadidiisii yagfiika caleeya biyaa laga dul sayraayo nijaasa soo hadhe mutawasita la yidhaahdaa mutawasita waxaa la zuuliyaa midabkeeda dhadhankeeda urkeedaa la zuuliyaa inta biyo la raaciyaa la xafuujinaya mutawasita muqallada ma aha kolkaa mantag hadduu noqdo caloolna uu waxaan ka yimid inta biyo la raaciyo oo si fiican baa lama joojinayaa mutawasita la yidhaah muqalladana waa taas wabillaahi tawfiiq jaza allahu khayr fadil sheekh su-aashaana waxa uu leeyahay qoruhu sheekh cumar waxaad nooga sheekaynaysaan soomaaliya iyo qadiyada ku saabsan iyo maarata sidii dowlad islaama looga hirgelin lahaa aniga waxaa dhibaato iga haysta buu leeyahay si aan u ogaado dadka shiicada ah waa maxay su-aasha ayaan doonaya maarata in layga siiyo jawaab ashiica waxaad moodaa inay masaladu khaarijulmawduuc tahay sababta waxa wey soomaali baa shirkan lale wada hadlaysayna marka soomaali shiica afkaar ahaan bay ugu jirtaa laakiin umad ahaan uma joogto iyadoo afkaar ahaana oo aan la garanayn bay ummadda soomaali meelo meelo uga jirtaa taas waxaa zuulinaya diraasadii aqoonta baa baabi'inaya markaa innagu shiica walwal naguma hayso ama dalka ay shiicada degan yihiin meelahay joogaan shiicadu waa badan yihiin iyagaa qaarna muctadil yihiin ilaa 12 firqe iyagu si kala baxayaan intooda badan shiica khayr male intooda badan dad khayr leh maa laakiin juqraafiyan markii la yidhaah waa macduud min almuslimiin oo dadka bani aadamka baa muslim iyo gaalo loo qaybiyaa goorta muslim la yidhaah iiraantu waa muslim bay ku tirsan tahay niman ficilo badan oo gaalo uga daaliyo qiim badan baa ku jira dabadeed markii muslim aynu isku noqonay baa muslimkii sunna iyo shiica la yidhi kolkaa juqraafiyan waa qayb muslimiinta ka mid a dad fiicanna waa leeyihiin aad ugu ficilooda islaamka gaaladana ay qadarisoy ka heybaysata wey walaa yata'uuna mawdican yaqiidu lkufaar walaa yanaaluuna min caduwin naylan ilaa kutiba lahum fii camalun saalix marka waa dad gaalada carageliya waa soo xajiyaan muslimiinta u yimaadaan kolkaa waxaa weeya shiicadu waa macduud min almuslimiin wabillaahi tawfiiq jaza allahu khayr fadiilat sheekh sheekh cumar faaruq waxau leeyahy miyay bannaan tahay inay culimmadu islaamku ay bartaan cilmiga siyaasiga ee laakiin aan ku salaysnay diinta islaam si ay ugu baraarugaan waxyaalo badan oo ka maqan waxaan jeclahay kalimatu siyaasa inaan farageliyo horta waa carabi fasiix ah min saasa iyo suusu siyaasatan wey hogaan wey kalimatu siyaasa hogaamin wey masterkeeda siduu ku yimid siyaasatan xirfiya wilaayo wixii kutusiya ficaalatan buu ku yimaadaa amara imaaratan wallaa wilaayatan saasa siyaasatan marka siyaasada waxaa ogaataan inay tahay sideedaba hogaan markaan ka imaada luqadii haddii adiga aad siyaasadii u fasirtay minjaxaabiya beeriya lugooyo hadday kuugu fasiran tahay waxaasi xool muslimta lama ah muslim beenna ma sheego waxna ma lugooyo laakiin kalimatu siyaasa waa hogaan qofka wax hogaaminayana waa la hogaamiyaa yaa hogaamiya diintaa hogaamisa
nimaynu innaga muslimiinta samaysanna abuubakar baa u horeeya radi allahu canhu. goorta abuubakar loo dhaartay taladii loo dhiibay bacda rasuulilah sal allahu calayhi wasalam, khudbadiisii buu abuubakar jeeday waxaa ka mid ahayd ayuha annaas innii wulliitu calaykum walastu bikhayrikum, dad yahow taladii niibaa la ii dhiibay idin mana fiicni, aiicunii ma atactu llaha warasuula, intaan rabbi iyo rasuul adeeca ee adeeca, fain casaytuhumaa haddaan rabbi iyo rasuulba caasiyo falaa daacata lii calaykum aw faqawimuunii itoosiya. idan waxaa weeye siyaaso waa hogaan, ummad la hogaamiyo, ninkaynu hogaanka u dooranana waa la hogaamiyaa oo diintaa hogaamisa, diintuna waa muqadas magafta ah. markaa wadaadadu siyaasada ma ka qayb galayaan haddaad ii wada tuuganimadiiyo minjixaabadii iyo lugooyadii iyo baanti, waxaa siyaaso ma ahe ardaalnimow. wabillaahi towfiiq. jaza allahu khayr fadiilat sheekh. sheekh cumar, waxaad noo sheegtay in maxaakim islaamiya laga hirgeliyey soomaaliya dhowaanna ay bilaabeen maarata camalkoodii, haddaba waxaan ognahay soomaaliya gaajo daran inay jirto, bal ka waran dadka baahan miyay bannaan tahay in gacanta laga gooyo? dadka baahan soomaalidu waagay qunayd bay mahmaah lahayd, waan baahanahay bakhti looma cunaa la yidhi. haddaba haddaad gaajaysan tahay, ninkan aad wax ka xadayso bari, xaq baad ku leedahay. ajmilu talab faina arisqa maktuub, wixii calaf ee kusoo gaaraya xagga luu kaaga qoran yahay, laakiin wadda xalaala u qaad. marka waxaa weeye tuuganimada ama beriliqada iyo burcadnimada giddigood baahi kuma salaysna, inteeda badan akhlaaq xun ay ku salaysantahay. dad firdhay oo gurigoodii ka tegay, akhlaaqdii iyo iimaankiiba ka xumaadeen, xalaalaystay dadka dhiiggiisa dhaqankiisa u, kolka kuwaasi qur-aanku kuma shardinin baahi. waxaa alla yidhi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi dalika lahum khizyun fi dunya walahum fi laakhirati cadaabun cadiim. marka inay gaajo ku qabataa maantidii ku dhaaftay ku bannayn mayso, ee waxadidda iyo qarkandhiciddana kasabkaba waa kasii qallafsan tahay. adoo cad beera abuurta ama dukaan gabana furta baaba ka hawl yar inaad caawla meeshaa kuusnaato, derbi fooda ku hayso, kolba meel fanato, lagaa soo rido, murmuruxdo, calaagadi u dhacdo, tanaaba ka sahlan. ta labaadna bari, dantaadana sheego. marka waxaa weeye qofkan sayid cumar radia allaahu canhu aamar ramaada sanad abaari dhacday oo cirka roob laga waayey, dhulkana cunto laga waayey, buu yidhi xuduuddii aw kaadinay ilaa ay kala baxaan qofka naf haysay ay waxaa nafi u geysay iyo qofkay edabdarre u geysay. waa muddo muaqaday ahayd baa sayidku joojiyey, dabadeedna markii cirkiina roob ka yimid dhulkiina cunto ka soo baxday. marka waxaa weeye hadda dhulkii oo aar roobaada'a tijaaraa jirta. marka waxaa weeye xuduudda islaamka 1400 sano ka horaa rabbi rasuulkiisii ku yidhi fasdac bimaa tu'mar wa acrid can lmushrikiin, wixii lagu faray diirka ka qaad. idan shareecadaana waa taallay, axkaamtaana waa qornay, haddeer marxadee lasoo gaaray waa fulin. marka qofkii xukumay ilaah shareecadiisa iyo ka lagu xukumay ba ahlujanna wey, kii xukumay iyo ka lagu xukumay ba ahlujanna wey. wabillaahi towfiiq. jaza allahu khayr fadiilat sheekh. qorahani waxa uu leeyahay waxaan maqalnay amana soo gaaray in shirar badan ay ka dhaceen meelo kala gedisan sida Maraykanka, Canada, Sacuudiga ugu dambeyn. haddaba maxay tahay maarata dowrka culimmada soomaaliyeed ee macnaha weeyaan hadba meel shir lagu qabanayo aysan habooneyn kii hore maarata wixii ka soo baxay in la hirgeliyo? maxaad u aragtaa sheekh cumar faaruq macnaha weeyaan shirarkaa kala gedisan ee dhacaya ee maarata ku saabsan xal raadinta ummadda soomaaliyeed ee weli maarata aan laga gaarin guul? aljawaab
shirarka badan ee dhaca ee ama Mareykanka ama Sacuudiga ugu dambeysa ama meelaha ka dhaca ee la taabtay waxa weeye dhibaatada naharkay gaartay waa ogti dhibaato qaangaar oo baaluqday oo tan dhaaftay baa ina haysa marka iyadaasi waxay laasimsanaysaa mubaanta shirar badan wadahadal badan qorfayn badan waataynu ku heesi jirnay taladan la ruugin waa lagu rafaado marka dhibaatadeenna arrintaa wacatay ta labaad kuma saabsana shirarka dhaca gidigood xukun iyo waxaa kuma wada saabsane masalan markaan kan oo kale ka soo qaado waa ogtihii innaga waxa dhaqatay maxaan jirin qofkii naafaariha ka lumo baa maanta o dhan wareegi jiray kolbareer ka dullici jiray eesaan cadyaalkay buu oran jiray annaga dad baa naga lumay kolka malyuun bay cagacagaynayaan soomaalida yurub iyo maraykan soo gashay marka annagu baayadanaan soo raadsanay idinkaan idinka daba nimid balsaan axwaalihiinana u ogaanay idinna aragno wala waan idinku farxnood dhaqantiin oo saan moodaynay aad si ka fiican tihiin marka qaybahaas farada badan iyo dacwada iyo abaabulka iyo istareysiinta bal horta inaynu dowla islaam u baahanna dadkuma wada dareemaaye istareysiinta iyo afkaartaas iyo dhaqan toosinta dadkii horta in islaamnimo loo toosiyo arrimahaasaa shirku ku saabsan yahay gidigii kuma wada saabsana middaa oo keliyata marka culammadiinnii waa baraarugtay wixii maqanna way dareentay idinkana waxay idinka baahan yihiin inaad culammada isla garab taagtaan hiil iyo markaana insha allah waxba hagaagaya fayowma idin yafraxu lmu'minuuna binasri illah ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وبالله توفيق.